اسمه صباح، صباح حسن كشك الصياد على مركب اسمه بدر الإسلام، عنده 4 عيال، أكبرهم عنده 12 سنة، أصغرهم عنده 2 سنين وبنتان. إحنا واقفين على برا جبل الزيتية بعيد عن المجرى خالص، فوجئنا وبابور بيضرب لنا السرينة. السرينة دي المفروض عشان المركب يقدر يتحرك يبعد، مع ان هي دي مش طرقته، بس انا اتلقى بيضرب السرينة وهو قدام مننا. خبطنا خبطة من بعد البروة بشوية، ما استكفاش بالخبطة، راح لفف سطام وراح برضه ضربنا بالقش بتاعه، راح قلبنا المركب يعني غريق وفطيس، بقت الناس كلها تحت المركب. انا واحد من الناس بقت تحت المركب، بتعمل بايديا كده عشان اطلع، مش لاقي حته اطلع، كل ما اخبط اخبط في حاجه. خدت منها ازاي؟ قعدت من الميه لما طلعت لفوق بتاع 10 دقايق انا عمال اعمل بك 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 بك، فين وفين لما طلعت بالصوت، طلعت منظر محدش يشوف، المركب مقلوب على ظهري، ابص على حد حواليه مفيش، فين وفين لما بقى يظهر لي مصعب ويظهر لي الناس ال 11 واحد اللي نجوا معايا. الحادثه ديت كانت الساعه 12:30، قعدنا للساعة 4 الفجر مفيش حد يجينا، أمال النجدات فين؟ ولا هو كلام تلفزيونات في الفاضي واقف شحنات في الفاضي؟ بابا 4 أيام البنت وتلات أيام. مالكش أي مصدر دخل غير كده؟ لا. حد قريبك توفى في الحادث؟ ها؟ حد قريبك توفى في الحادث؟ لا، في حتة واحدة بس، مكان واحد يعني حي كده واحد.